عرفت قصة مش نمطية أو غريبة شوية في علاقة نرمين بأسرتها. أنت في البداية قلتي إنه والدك والدتك انفصلوا وعشتي أكتر مع والدك. ده حقيقي. بس فجأة والدك وعيلة والدك ظهرت في الحياة، يعني أنت عشتي كده اختلافات في حياتك. ما دي الحياة اللي الناس ممكن يكونوا مش عارفينها. أنا عشت مع جدتي وجدي وعيلتي كلها في بيت في اسكندرية فلوران فيلا، وفي حتة لطيفة جدا وحي طبعا من أحياء الراقية جدا، وكانوا هم المحتضنيني. كنت طفلة صغيرة مش فاهمة حاجة، لما ابتديت أكبر وابتديت أفهم واحدة واحدة إن مفيش أب، عرفت إن هم متطلقين وإن هو مسافر بر. أنا أول مرحلة في حياتي يمكن هي اللي كانت صعبة وصعبة جدا، هي أو الفيصل في حياتي كان سن 16. أنا 16 سنة ما شفتش بابي خالص، هو مهاجر برا ما بيجيش مصر إطلاقا. وكان يعني لحد بقى عندك 16 سنة عمرك ما شفتيه. بس هقولك إيه اللي خلاني عندي نوع من التوازن إلى حد كبير، عشان كده دايما أنا أقول أنا من غير عيلتي أنا ما أعرفش أنا كنت ممكن أبقى عاملة إزاي. ده حقيقي. كان عندي بدل أب أربعة، جوز خالتي ربنا يديله الصحة والعمر كان هو الخامس. عمري ما كنت حسسوني ان انا محتاجة حاجة، بالعكس كنت دايما بقدر المستطاع كانوا بيحاولوا يعودوني ده. بس طبعا ما فيش حاجة زي الأب، خاصة لما يكون عايش في الحياة وكلام من ده. في سن 16 بقى دي كانت الفيصل ليه؟ أنا أمي كان ده بداية تعبها ومرضها، وشفت حاجة ما يعني كانت صعبة ما فيش داعي إن أنا أحكيها في حتة المرض، وده بداية الورم في المخ اللي كان جاي لها، وكان لازم تتسافر وتعمل عملية وإن أنا أروح أقعد في بيت عمتي. فكنت متخوفة جدا لأنك أنت بتشوفي عيلة والدك لأول مرة، ده إحساس صعب قوي بالنسبة لطفلة. هم لما عرفوا إن والدتك تعبت ظهروا؟ لا هم ما ظهروش، ما حدش كان عارف، احنا اللي عارفين كعيلة. لكن لما اضطريت طبعا ان انا لازم اقعد لان كان عندي ثانوية عامة، كنت في ثانوية عامة ساعتها. انا فاكرة 16 سنة دي كانت حياة يعني نقلة تانية تماما في الحياة. فرحت بقى لعمتي، طبعا كان عندها خبر ان انا رايحة لها، رحت لها. الحقيقة انا ما حسيتش، مش هقولك يمكن بعد كام يوم ما حسيتش في ثانية انها بعيد عني، ما كانتش عارفه تعمل لي ايه ولا ايه. بجد كانت تجنن. وانكل محمد الله يرحمه كان دكتور في كليه هندسه، كان هو اللي بيقعد يذاكر لي، وكان كميه الحب والعطاء اللي ادهولي. هل هم حاسين ان بنتهم ما كانتش معاهم، او هم ما اهتموش، او اهتموا بس كل واحد في ناحيه، ايا كانت. فدي كانت فيصل في الحياة، وكان أول مرة أشوف والدي وأنا عندي 16 سنة. أمي كانت بتعمل عملية وهو جه من بلجيكا، وكان أول مرة أشوف والدي. دي حاجة على فكرة يمكن أكون ما قلتهاش قبل كده خالص. ومشاعرك يعني مين تجاه والدك كانت مختلطة ولا غريبة ولا في الأول غريبة ولا؟ لا الزعل طبعا لا جدال فيه وده جوايا، لكن ربنا يديله الصحة وطولته العمر. بقى في بيننا دلوقتي يمكن آخر كام سنة هي اللي بقى في حتة الحب قوي والعطاء قوي بقدر المستطاع. بس أكيد أنا من جوايا ما كنتش أتمنى أبدا إن هو أشوفه وأنا عندي 16 سنة، حتى لو أنا عندي العيلة اللي ربت وكبرت وصرفت. فوجود أب في الحياة مش موجود، ده لكل أسرة ولكل الناس. أرجوكوا يخلوا بالكوا من الحتة دي عشان مش حلو. يعني أنا كان عندي حتة التوازن، ولكن أكيد كلنا طبعا يعني مش، لكن حتة التوازن قدرت أحققها أو هم قدروا يحققوها لي. طيب. في غيري لأ. قدرتي تتجاوزي الموقف ده مع والدك عشان هم أسرة والدك وهو عوضوكي أو حاولوا يعوضوكي عن اللي فات؟ الحقيقة علاقتي بيهم كما أننا أصل من 16 سنة بقى لما ابتديت أبقى معاهم، فكأني بنتربى مع بعض وإحنا عندنا 16 سنة، أو إحنا يعني سواء في مين فينا أكبر في مننا أصغر، فإحنا من 16 سنة بقينا مع بعض. ما بقيناش حاسين بالكلام ده دلوقتي وما بنقولهوش أساسا. يمكن سعادتي حبيبي لما بيجي يكلمني يبقى بيكلم وبعد يقول لي خلاص خلاص أنا مش عايزة أتكلم عن حاجة فاتت، بس أنتي بتوحشيني.
فأنا في الأول قلت كصلة رحم وربنا بيني وبين ربنا عشان ده والدي، لكن هو قدر في الفترة الأخيرة الكام سنة الأخرى أنه يقربني منه قوي، وأنا قدرت كمان أنجح أن أنا أكون قريبة منه قوي، وربنا يديله الصحة. دي أعظم حاجة أن الواحد يبقى عنده مشكلة في حياته يتجاوزها ويخدمها وما تسببلوش يعني ما توقفوش. عشان كده انا بقول طب الحمد لله انا كان عندي العيله اللي عوضت. طب في ناس تانية يا حبايبي ممكن يبقوا يقف نفس المشكله، طب دول حالهم ايه؟ واحنا في الاخر وي ويل جادج ذم، لا حرام يعني احنا اللي هنحكم عليهم او الزمن هيحكم عليهم. لا هو حرام، في ناس بتتحط في موقف للاسف. ليكي اخوات بقى؟ لا خالص، لا من هنا ولا لا خالص. يعني ما اخواتي بقى هم ال عيلتي، بنات خالاتي، الكلام من ده هما بقى عيلتي. وبالتالي انت حياتك حتى بعد والدتك كلها في كل الانشطه فيها معظمها فرديه. يعني انت كل حاجه بعملها لوحدي، كل حاجه بعمل بيت. وعلى فكره انا من نوع اللي صبوره قوي، وبقف مع عمال، وانا بعمل كل حاجه لوحدي. عشان كده لازم نرجع للارتباط. لا لازم يبقى يشيل بقى عني الحكايه دي بقى. انا حسيتها بالذات في الفتره بعد وفاه والدتي، حسيت ان انا كان عندي ام وطفله راحوا، لاني كنت حاطه كل اهتمامي فيها، كل حاجه فيها، في اهتمامي في امي. حسيت ان انا لا اتس تايم ان انا يبقى في ونس في الحياه. ممكن الواحد يحس انه تعبان او عيان، عندي عيله، عندي اصحاب كتير ربنا يخليهم لي، لكن في الاخر غير لما يبقى معاكي راجل وزوج تتسندي عليه، وهي دي الكلمه اللي انا دايما اقولها، الراجل الحقيقي اللي تتسندي عليه، مش اللي ياخدني نرمين ولا لا شكل ولا مفيش حاجه دايمه، لا شكل دايم ولا جسم دايم، اللي دايم بس هو العقل طبعا ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا بتكلم على المراه روحها عقلها طبيعتها، هي دي بس اللي فاضله. لا لازم يبقى يشيل بقى عني الحكايه دي بقى شويه يا جماعه. نرمين عايز حد يشيل الحمد لله اللي بيشيله كتير يا نرمين. يا نرمين بعد الحلقه دي الخطاب هيجوا لنا احنا يا جماعه، ده في ناس كتير عايزه يعني تشيل. يعني مش عايزه ابقى، عايزه بقى ابقى خلاص بقى ارتاح يعني، مش كده؟ ايوه، بس ما هو اللي يجي يشيل ده مش هيجي ويجيبه فاضيه، ما انت اكيد عايزه حد يعني يشيل وهو بصي منى ظهره بس قالت. بصي هي دي طبعا اتقالت، وانا هرد عليكي رد صريح جدا في قصتي. لو جيت قلت لك ان انا عايزه اخد واحد قليل وكلام من ده اكيد هبقى بضحك عليكي، لكن انت عندك حد ادنى، عندك حد ادنى. يعني ايه؟ يعني انا طلعت في اسره، اتربيت واحده واحده، كبرت نفسي، ما كانش في بقي فيه معلقه ذهب، لكن اتربيت في حي معين مع عيله معينه بثقافه معين. مستوى معين، فانت مش هتتخلي عن ده، لكن مش ممكن هاخد كل حاجه. يعني مستحيل اخد واحد، اطلب واحد ملياردير وفي الاخر قلبي مش عايزه، او مش عايز اقول عقلي اللي هيدي اشاره للقلب. يعني كلهم لا. بيقولوا كده وبعدين بيتجوزوا الملياردير. لا 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 لا, لا يا منى. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.